مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. حسن أي سورة تقرأ؟ البروج غيب لا وما كان خلفها نظر؟ لا دخلها فرح يا فكرة أحسان تلعب الله أنت خرجت من المدرسة؟ متوسطات مبارك إن شاء الله. الآن يقرأ عليكم الأخ حسن. يقرأ عليكم الأخ حسن السودان بيسير سورة البقر. والسماء ذات البروج بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود شاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود